شوي شوي ام محمود على مهلك. تتعبين يلا ام محمود وصلنا. شو هاد؟ شوفي مين هيك مسكر الباب؟ ايه هذا جميل، هلا انا بفتح لك اياه. قبل خمس ايام ما قدرتوا تجيبوا نجار يصلحوا. الله يعطيك العافيه لانت ويا جميل. كتر خيرك. خمس ايام والشقه هيك مسكره بسلك لك، ما خفتي حدا يفوت يسرق لي الشقه؟ ايش بده يسرق فيها ام محمود؟ المصاري بعطيه لابنك على خور فكان، على شو خايفه؟ لك شو على شو خايفه؟ على العفش حقه ايه. طمني سلك مثل ما هو، ما حدا دقره، ما حدا فات على الشقه وسرق لك عفش يا وديز. يلا افتح يا وام بدي فوت ارتاح تعبان. يلا هنا على مهلك هنا. اخ يا صادري، اخ يا صاروا ثلاثة ولي عزبتكم معي أنا هنا. فايتة اتسطحلي شوي مثل ما قال الدكتور. ايه بتعملي زين في العقل أم محمود، لكن لساعدك لتفوتي تتسطحي على الفرشة. لا هنا روحي انتي ارتاحي، روحي أنا بعرف فوت اتسطح لحالي. ما بيصير أم محمود، لازم ارفع لك رجليكي وخليكي تتسطحي منيح. أنا بعرف أنا ارفعهم لأجري وبعرف امتى نزلهم كمان. أنا فوت هلا بتسطح لحالي. مستحيل أم محمود، لازم ساعدك، تعالي فوت. لا لا معلش هنا، أنا بالمستشفى خمس أيام، حاجتي تقرم وجنابي من التسطيح هيك على فاي، لكن لويات شو عم يجعوني رح أقعد هون على الصوف. أنا ما بيصير أم محمود، لازم تتسطحي على الفرشة، هيك قال الدكتور. أنا لا تعذبي حالك، هلا فوت بتسطح لحق التسطيح أنا لحق. أنا بتقولي لجوزك يبعت لي النجار يصلح لي الباب، أنا ليش هيك صاير بخيل جوزك؟ شو قصته؟ لا تنزعجي ام محمود، ولكن لك فكره بنوم. هلا انا بخلي جميل يبعث ورا النجار ليصلح لك الباب وانا بدفع لك اجرته. وليش لا تدفعيها انت؟ انت ما دخلك. بسيطه ام محمود، نحن جيران، بعدين الشغله كلها على بعضها مو محرزه. محرزه ولا مو محرزه، ما بيصير تدفعي انت يلي كسر الباب بيصلحه، جوزك لازم يدفع. هذيك المره فكيتي ودفعتي عنه، هالمره لازم هو يدفع. بسيطة أم محمود، لا تنفعل ولا تعصبي لأنه ما بينفع لقلبك، خليني ساعدك لفوتك على الأوضة لتتسطحي على تختك. بعدين بقوم، روحي أنت على شغلك، أنا بعرف فوت على أوضتي. أم محمود أنا اليوم ما عندي شغل، آخذي إجازة. شو تاخذي إجازة؟ مو حرام عليك تروحي إجازاتك؟ حبيبتي أنا آخذي إجازة من شانك. مشاني أنا؟ إيه من شانك، رح أقعد معك شي يومين ثلاثة لبين ما تلاقي لك شي وحدة تقعد معك. وحدة؟ وحدة مثل مين؟ هي الله وحدة تيجي لك كل يوم كم ساعة بتطبخ لك وبتطعميكي وبتنظف لك البيت. قصدك شغالة وبمصاري؟ قلبي 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 قلبي. ايه طبعاً بمصاري لكن ببلاش. ومنين بدي ادفع لها؟ أنا ما معي. أنا بحكي مع ابنك بخور فكان، بشرح له وضعك وبخليه يبعث لك. لك شفت ما في إلا بترتعبي حركات بس. ايه يلا أم محمود خليني ساعدك لتفوتي ترتاحي بأوضتك، أحسن بعدين تجيكي الجلطة الثالثة وبعدين بتروحي فيها. هنا أنا ما أجتني الجلطة لأني ما سمعت كلام الدكتور، لا. لكن من شو؟ أنا أجتني الجلطة لأني خسرت الجائزة الكبرى وجائزة الطردية. لا تزعلي هنا، أنا ما عم ألومك، أنا الحق عليني ما طبقت كلام الجن الأصفر، رحت عجنت بالطنجرة، لازم أعجن كنت بتجاط البلاستيك. حالي أنا كنت لازم أنزل على السوق أشتري جاط البلاستيك. إيه الله يصلحك يا أم محمود، كنت تدقي علي، كنت عرفتك جاط البلاستيك اللي عندي. لك مو رحتي على الشغل ونسيتيني؟ إجا طارق وسليم، روحي لعندهم، روحي، إجوا أطفال المفاتيح، روحي. لا أول شيء محمود لازم أطمن عليكي بعدين نروح لعنده. لا أنا أنت أم حنون ورؤوم، روحي ورؤوف، روحي روحي. يلا ماشي محمود، ما بطول عليكي خمس دقايق. ماشي يلا بخاطر. ميرسي إلك، ميرسي كثير كثير. ردي الباب وراكي هنا هنا. لك تركيني، روحي شوفي ردة الباب، يبعث لك أكلك، روحي أمان. روحي جيران تأكدي لي. الحمد لله لساتهم موجودين. لو نزلت على السوق واشتريت جاط البلاسكي كانت خنفرت الفرشة خنفرة بالمصاري. حبيبي تأكدتي؟ تأكدتي من تسكير الباب؟ نزلي ابنك تا زي ولا زي؟ لفسه